البعض قال إن لقاءاتها تميعت، وآخرون يتساءلون عن فحوها ما دامت البيانات الصادرة عنها في كل مرة غير مؤثرة على أرض الواقع. المعارضة تلتقي وتلتقي، وحجتها في ذلك مرافقة حراك الشعب. البيان الثامن لم يختلف عن سابقيه، تنديد ثم إدانة فتثمين وتأكيد. لم تبيع، بالعكس، هي أولا المعارضة تحاول أنها تبقى دائما وفية لمبادئها بالنسبة وشخصيات المجتمع، بالنسبة للتغيير بسموها مواكبة الحراك الشعبي. صحيح أنه لقاءات تعددت والرايات تعددت والتجمعات هذه اللي اقتراحات تعددت، لكن أرى أنها في صالح الحراك الشعبي. نعم. لأن لا يوجد هناك من يمثل هذا الحراك الشعبي بصفة رسمية. اجتماعات المعارضة بمختلف أطيافها وإيديولوجياتها لم يكن وليد اليوم، فكانت أول خطوة جمع فيها الشتات ندوة مازافرون قبل 5 سنوات. هناك كانت محطة بداية التوافق والحوار، لكن سرعان ما تشتتت المعارضة. أما ما بقي اليوم يحاول الانصياع لما يمليه الواجب التاريخي إزاء الأحداث التي تشهدها البلاد. كانت لقاء تاريخية مثل مازافران 1 مازافران 2، ولكن الظروف ليست نفس الظروف، فالمرحلة مرحلة تاريخية، والشعب الجزائري هو الذي يسجل التاريخ ويصنعه في نفس الوقت، وهو الذي يحكم مستقبلا على كل واحد. مسؤولية احنا في الانسداد السياسي اللي موجود في الساحة، ما عندناش مسؤولية. لماذا نطلب من المعارضة شيء الذي من المفروض يطلب من السلطة؟ تطلب من المعارضة البديل، اقترحنا مازافران 1 مازافران 2. رغم كل الانتقادات التي تطالها، إلا أن المعارضة في الجزائر تأبى أن تبقى على الهامش، فهي وإن اعترفت بعدم امتلاكها قوة التغيير إلا أنها تحرص على التأثير في المشهد السياسي بما أوتيت من قوة.